واحده من الحاجات اللي هي بقى داخله في التصميم بتاع الجهاز نفسه حاجه بنسميها ريزيستور نويز. الريزيستور نويز بيسكلي اي ريزيستنس موجود عندنا في اي الكترونيك سيركت دي بتكونتريبيوت نويز. والامبليتيود بتاع النويز ده الحقيقه يعني بيبقى باي ديفينيشن كده بروبورشنال تو ذا سكوير اوف ذا برودكت اوف ذا باند ويث اند ذا ريزيستور فاليو. يعني بيسكلي لو انا ضربت الباند ويث في الريزيستور فاليو الامبليتيود بتاع النويز بيبقى بروبورشن للسكوير بتاع الاثنين دول مضروبين في بعض. فبالتالي طبعا الريزيستور فاليو كل ما بتكبر كل ما الريزيستور نويز بتبقى اكبر. فبالتالي احنا بنحاول دايما في السيركتس اللي هي بنستعملها في الاي سي جي او في عامه في الالكتروفيسيولوجيكال سيجنال امبليفيكيشن بنحاول دايما نخلي الريزيستور فاليوز تبقى اقل ما يمكن عشان تقلل لنا الريزيستور نويز. فطبعا احنا بنتكلم على اي امبليفاير في الدنيا يعني هو نفسه بيبقى يعني بيزود نويز نتيجه لوجود الريزيستور دي موجوده فيه. فبالتالي طبعا احنا بنتكلم على ان احنا عاده في الامبليفيكيشن في البيولوجيكال سيجنالز بنحاول نستعمل يعني كلاس اوف امبليفايرز او تكنولوجي بتاعت امبليفايرز بنسميها لو نويز امبليفايرز. يعني احنا ممكن نشتري امبليفاير عادي مثلا زي 741 او الحاجات اللي زي كده دي بتبقى النويز بتاعتها بتبقى عاليه جدا. في انواع تانية بتبقى متصممه بحيث انها تبقى اوبتمايز ان هي ما تزودش نويز عالي. يعني دايما اي امبليفاير مهما كان لازم هيزود نويز، احنا بنحاول نمينيمايز النويز اللي احنا بنضيفها على السيجنال بتاعتنا. من الحاجات اللي بنقدر نمينيمايز بيها الريزيستور نويز برضو لما بنتكلم بقى على الريزيستنس اللي بين الالكترود وبين السكن. فبيسك لو احنا استعملنا لارج سيرفيس اوف الكترود يعني الالكترود نفسه يبقى السيرفيس اريا بتاعته كبيره بتقلل الريزيستنس بتاعت الالكترود سكن انترفيس. وممكن برضو طبعا حكايه الاستعمال بتاع اللو نويز امبليفايرز حاجه مهمه جدا علشان تقلل لنا او تمينيمايز النويز اللي جايه لنا من الامبليفاير.